كشف أثري قد يعد واحدا من أعظم الاكتشافات الأثرية حسب المسؤولين المصريين. وتجري أعمال بحث واستكشاف لهذه المقبرة التاريخية التي تعود إلى زمن توت عنخ آمون المسمى بالفرعون الذهبي، استنادا إلى ما أثره العالم البريطاني نيكولاس ريف في الفترة الأخيرة عن اعتقاده بوجود حجرة داء هناك تعود للملكة نفرتيتي. نعم، ويذكر أن مقبرة توت عنخ آمون اكتشفها عالم الأثار البريطاني والمتخصص في تاريخ مصر القديمة هاوارد كارتر عام 1922 عندما كان يقوم بحفريات في وادي الملوك بالأقصر. ما مدى ثقة الخبراء من وجود مقبرة نفرتيتي هناك؟ هذا السؤال طرحته أمينة الدلفي على المؤرخ وكاتب المصريات بسام الشمع. وجود مقبرة لملكة في وادي الملوك شيء ممكن، رغم ان احنا لما بنقول ملكات ونقول ملوك بيحصل تضاد، وكان من المفترض ان لو في فكر لدفن ملكه هتبقى في وادي الملكات، ده المنطق بيقول كده، ولكننا تعودنا دائما ان في وادي الملوك يوجد نساء. عندنا مثلا مقبره يويا وتويا، وتويا هذه امراه. لدينا مثلا فكره الملكه حتشبسوت التي كانت تحب ان تبرز نفسها كرجل على مناظر المعابد. فإذا وجود ملكة في وادي الملوك ده شيء مش مستغرب قوي، ولكن المستغرب هو أن تكون في هذه الحالة الملكة نفرتيتي. ليه؟ لأن نفرتيتي هي زوجة إخناتون كما هو معلوم، وهي أم لست بنات من بناته، وهي ليست أم توت عنخ إيمن كما يدعي نيكولاس ريفز. ما هي أهمية نفرتيتي وعلاقتها بتوت عنخ آمون؟ هم بالفعل مرتبطين ببعض ارتباط عائلي غير مباشر، بمعنى أن إخناتون اللي هو في الأصل كان من حتب الرابع، ثم عندما ركز في الديانة الآتونية غير اسمه من أمن حتب الرابع، لأن اسمه كان فيه آمون في إيمن، فبالتالي هو ما بيحبش إيمن فحوله إلى إخناتون علشان يبقى الاسم فيه إيتن أو آتون. إخناتون تزوج من نفرتيتي، وهي واحدة من اثنين تزوجهم. إخناتون تزوج نفرتيتي وتزوج أيضا سيدة رائعة الجمال أخرى اسمها كيا. كيا هي أقل معرفة بالنسبة للناس وبالنسبة لعامة الناس، إلا بقى لقارئ التاريخ المتخصصين وكده يعرفوا كيا، لكن نفرتيتي هي الأشهر. نفرتيتي جلبت له ست بنات ولم تنجب له الولاد، لم تنجب له الذكور. عشان كده احنا مش موافقين على نظرية نيكولاس ريفز في فكرة ان هي تبقى امه، يعني نفرتيتي تبقى ام توت عنخ. يبقى اذا هنا النظرية المؤكدة والحقيقة المؤكدة في التاريخ الى يومنا هذا ان توت عنخ ايمن يقرب ايه لنفرتيتي، تبقى حماته بتبقاش امه. يعني هل ممكن ان نستنتج ان الغرفة الاخرى يمكن ان تكون لزوجة توت عنخ امون؟ جدا احسنتي، دي فكرة أقرب، إن هو واخد زي ما تويا ويويا زوج وزوجة في وادي الملوك، رغم إن هما ما كانوش ملوك، لكن كان حما وحمات الملك، وكان لهم مقبرة تحفة بالذهب بكل حاجة في مقبرة وادي الملوك. يبقى نفس الحكاية ممكن تحصل، إن تبقى هذه الغرفة هي غرفة لزوجته في الطبيعة، أو سيمبلي ببساطة تكون الغرفة التي تحمل المزيد، لأن إحنا عندنا فوق 4-5 آلاف قطعة في مقبرة توت عنخ آمون، فإيه المانع أن يبقى في غرفة أخرى بها المزيد من كنوز هذا الملك الشاب؟ ما عندناش أي مشكلة في كده، ممكن جدا واحدة من بناته. إحنا عندنا بالمناسبة فكرة البنات الإخناتون الستة دول، ففي واحدة منهم اللي هي الزوجة وممكن تبقى موجودة معها. المهم أنه هو مشغل بالأشعة، إحنا عايزينه يقول لنا أن هل هناك أي دليل على تابوت في هذه الغرفة ولا لا؟ هي دي الأهمية. إذن كان هذا المؤرخ وكاتب المصريات بسام الشماع متحدثا إلى مخرجة الحلقة أميمة الزلفي. ونسألكم مستمعينا اليوم عن أي عمر توفي توت عنخ آمون، وسنخبركم بالإجابة واسم أول من توصل إليها في نهاية الحلقة.